البيت كل أحد الساعة 1:30 على هوا راديو أوريانت. كبيرة لكل يلي انضموا لنا هلأ على هوا راديو أوريانت واللي حيكونوا معنا بحلقة أسبوعية جديدة وبتوقيت جديد. نحنا كل يوم جمعة حنكون معكم الساعة 3:30. رح أكون معكم أنا ملكة جزماتي من الإعداد والتقديم، وعلى الإخراج حيكون معي زميلي أستاذ مشهور. بدي أذكر إنه فيكن تسمعوا راديو أوريانت على الترددات التالية: بريف إدلب وحمص وحما على 94.6، وباللاذقية على 94.2، وبريف حلب على 95.8، وبالرقة على 102، وبدرعة وغالبية ريفة على 99.2، وبمدينة الريحانية وإنطاكيا التركية على التردد 95.8. ولكل يلي ما موجودين بسوريا أو ما بيقدروا يسمعونا عن طريق ترددات الراديو، بتقدروا تسمعونا عبر رابط البث المباشر orient-radio.net. التوحد. التوحد مرض الكل يمكن سمع عنه، ويمكن حتى اسمه بيخلينا نستشف يعني شرح بسيط عنه. توحد يعني الإنسان يتوحد مع نفسه نتيجة مشاكل نفسية تخليه يبتعد عن التواصل مع الآخرين. التوحد هو صورة سيئة كتير ممكن يعاني منها الإنسان، ممكن يقدر ما يحكي مع الطرف الآخر، ما يعبر. في ناس ممكن يستخدموا الصراخ. هلأ هذا شرح بسيط خلينا نقول أو عام عن التوحد عامة، بس للأسف في مشكلة أخطر بيعاني منها عمر معين بيصابوا فيه الأطفال، الرضع يلي هو تحت السنتين. هلأ الفكرة أنه ليش هو صعب؟ لأنه تحت السنتين أنت مانك قدران تعرف أنه هو بالأصل ما بيحكي. هلأ ممكن بيلاحظوا بعض الأهل تأخر أولادهم بالحركة، يعني ما في مشاكل بجسمهم، يعني ما عندهم مشاكل صحية مثلا، جسمه ما بيعاني من شلل ولكن هو ما بيتحرك. وممكن يكون في حركات معينة الطفل بيقوم فيها، مثل انه هو وصغير يكون دائما ممسك بايده وما بيترك تشابك اصابعه مع بعضهم. هي احدى اعراض مرض التوحد. اكيد انا بدي احكي اكثر عن اعراض مرض التوحد عند الرضع يلي هن من سن سنه الى سنتين. بدي احكي كمان عن اسبابه وعن كيفية علاجه وعن النتائج يلي لو نحنا تكاسلنا وتقاعصنا عن علاجه شو ممكن يصير بأطفالنا. ومعنا لمناقشة هاي المحاور زميلتي وصديقتي الأخصائية النفسية رشا صواف. يعطيك العافية رشا. أهلا، يعطيك العافية ملكة. رمضان كريم يا رب، كريم مبارك على الجميع يا رب. الله يخليك، صوتك يبعث للتفاؤل بأيام رمضان. ونحن هلأ بتاني أيام رمضان، وإن شاء الله يكون مبارك علينا وعليك وعلى كل سوريين وعلى كل الأمة العربية والإسلامية يا رب يا رشا. آمين آمين. أنا بعرف أنه الموضوع هو موضوع ممكن يكون شائك، وللأسف أغلب العالم ما بيعرفوا عنه، بيعرفوا التوحد بيكشفوا عنه بعد سن 5 سنوات لما بيبدأ الطفل يتحرك يحكي، ما عم يحكي. فنحن منستشف أنه ممكن يكون عنده مشكلة نفسية، ولكن المشكلة الأكبر يعني لما بيكون الطفل عمره 2 ومعه توحد والأهل ما عارفانين. فممكن لأنه بيكون لسه كمان مو قادر يعبر، يعني تمام بعمر لساته صغير. أكيد أنا بدي أقول أنه أنت لح تكوني هاي المرة عراب لهي الحلقة، وأنت تخلينا نعرف أنه الأطفال، أنا عندي ولد عمره 1.5 أو 2، والله يبعد الأمراض عن كل الأطفال. كيف ممكن نحن نعرف أنه هذا الطفل معه مشكلة توحد؟ تمام. هلا مثل ما قلتي، هو التوحد هو طيف مجموعه من الاضطرابات شديده الارتباط بمجموعه مشتركه من الاعراض، يعني
التوحد ممكن مثل ما قلت بيبين من عمر صغير وممكن يبين بعمر متقدم، تمام. يعني مو بالضرورة إذا ما ظهر مرحلة الطفولة المبكرة أنه ما يطلع بالطفولة المتأخرة. تمام. بس خلينا نقول نحن نحكي عن هذا العمر، العمر اللي قلت عنه اللي هو العمر من سنة لسنتين. طبعا الطفل خلينا نقول نحن ليش كمان مهم أنه نكتشف التوحد بهذا العمر. كلياتنا نعرف انه الطفل دماغه بيكون لين لما بيكون صغير، فممكن نحن لما نتدخل بالعلاج انه يستجيب اكثر للعلاج بالعمر المبكر من العمر الكبير. صحيح صحيح. تمام. هلا نحن خلينا نقول انه اول شيء ممكن يبين على الطفل الصغير انعدام الطلبات. كيف يعني انعدام الطلبات؟ يعني مثلا احنا نعرف ان الولد اي او اللغه الوحيده اللي بيعرف يتواصل فيها هي لغه البكاء، يعني بيبكي لحتى ياكل، لما يجوع، لما بيمرض، لما بيمغص. تمام. بيبكي لما يكون مثلا موسخ حاله بده غيار. بنلاقي انه الطفل هادئ. تمام. هلا في كمان امور تانية ممكن نكتشفها بالتواصل اللفظي. يعني عنا من عمر السنة 12 شهر، خلينا نقول 18 شهر، الولد بيتواصل لفظيا وبصريا معنا. تمام. يعني الولد بيبدأ نحن اللي من إلا المرحلة المناغاة، لما بيبدأ بكاغي مثلا بكاغي لك. أيوة. أو مثلا بتطلعي فيه بتطلع فيكي. ممكن بسمة صغيرة على وشه. في أولاد كتير مثلا بيكونوا قاعدين بس يشوفوا واحد مر قدامهم بيرفعوا إيديهم مشان يحملوا. يعني في حركات معينة بيأجريها الطفل أكيد. تمام. هي بتنفقد عند الطفل اللي عنده توحد. هلأ خليني أكثر أقول عن يعني الأعراض، خليني هيك يعني أذكرهم مثلا كلهم حتى كمان اللي عم بيستمع يعني يكون عنده فكرة. هلا هو برجع بقول انه موضوع يعني شائك، يعني الالمام فيه مو سهل، يعني هيك بمدة 10 دقائق. صراحة بس احنا بدنا هيك شغلات عملية. صراحة رشا انا تفاجأت انه في، يعني انا كنت دائما في عندي تجاه مرض التوحد دائما فضول لحتى اعرف اكثر واكثر عنه، ولكن لاحظت انه لما بدنا نحكي عن التوحد نحكي عن التوحد يلي صعب واللي الناس للأسف ما بيعرفوا. يعني أنا فعلا ما كنت بعرف أنه في هيك نوع للتوحد يصيب الرضع، وهذا الأخطر أعتقد، لأنه مثل ما قلتي ما بنقدر نعرف أو نقرر. قد يكون أنه هو صايب، يعني الأهل لاحظوه لفترة متأخرة، بس مو يعني أنه هو ما ظهر. يعني ممكن يكون الطفل مثلا صار عنده بعض الأعراض بس الأهل غفلوا عنه، أو قالوا إنه لا يمكن مثلا لا ننتظر أو خلينا ما نقلق زيادة. هلأ كمان هذا الشيء بيستدعي إنه كمان الأهل مو يعني أي عرض كمان يصيروا يتوتروا، يعني مثلا إنه الولد تأخر بالحكي معناته عنده توحد، لا. يعني بس في أشياء بتبين معنا كيف يعني ما بيتبع الأشياء بصريا الطفل. أنت هلأ بلش فيهم واحد اثنين أول شيء. لما يولد الطفل مثلا بيعملوا له فحص، يعني بيقربوا إصبع على عينه بيعملوا له فحص النظر ليشوفوا إنه العينين سليمتين ولا لا. فالولد لما يصير بعمر 12 شهر أنت تمرقي جنبه مثلا وما يلحقك بعيونه، ما يتبعك بصريا، هي علامة يعني استفهام بدنا نشوفها ليش. طيب هي واحد إنه تمام. الطفل كمان بعمر السنة بنعرف لما بده يروح مثلا ممكن يعمل بإيده يلوح أو يقول باي. كمان ما يعني أو أي كلمة، يعني لو مو كلمة باي مفهومة بس يعني كثير من الأولاد بيرفعوا إيدهم هيك إنه هو عم يقول باي. ما بيعمل هي الحركة مثلا. كمان بتصير تساؤل. لما تتأشري له لشي برا كمان ما بيطلع على برا، ما بيتابع تأشيرتك. ما بيطلع صوت. نحن كثير بنعرف إنه الولد بعمر السنة من سنة لسنة ونص بيحاول يلفت انتباه الكبار، فأنت لما يكون الطفل منعزل ما له عم بيطلع أي صوت، ما له عم بيقوم بأي نشاط كمان، إنه ليش يعني لازم الواحد هي. لما تدلعيه تكاغيله ما بيستجيب، ممكن ما يقلد حركاتك أو تعبيرات الوش كمان بمرحلة هي. الولد لما يعمل الكبير حركة بيرجع بيعمل الحركة مرة تانية بيقلدها. هلأ بتلاحظي لما تحطي مع أطفال كمان من عمره ما بيلعب معهم أو ما بيمسك ألعابهم كمان، يعني بيلفت الانتباه. وممكن ما يسألك عن مساعدة، تلاقيه هيك هادئ قاعد بزاوية ما له عايش كأنه منفصل عنك، منفصل تماما لحاله مستقل.
هلا في تحذيرات مثلا تطلع ممكن بعمر الـ6 أشهر مثلا، مثلا تحت السنة. ما بيعطي تحت السنة، مثلا ممكن ما بيعطي ابتسامة أو تعبيرة فرح، مثلا بعمر الـ9 شهور ممكن ما بيشارك هاي الابتسامات والأصوات أو تعبيرات الوش، بعمر 12 شهر ما بينتبه على اسمه، لما تنادي له ما بينتبه، الأولاد عادة بعمر 12 شهر بس نادي اسمه بلف عليك، صحيح صحيح كمان غياب إنه ما بيستجيب لاسمه. كمان ممكن ما عنده هي لغة الأطفال، اللي احنا بنقول مثلا هذا عم يحكي الولد حكي يعني لغة مو مفهومة، يكون في الأطفال عندهم لغة ليفهموا الأم مثلا طلباتهم، كان نقول هيك كلامه مخربط، أو هيك ما عنده هي اللغة كلياتها. يعني هلا بعمر 16 شهر ما بيحكي ولا كلمة أبدا، يعني مثلا لا كلمة باي لا كلمة مي لا كلمة، تنفقد عنده الكلمات. بعمر الـ2 سنين ما بيكون قدران انه يعطي عبارة من كلمتين، او يقدر يفهم اهله مثلا كلمتين، طيب مو جملة يعني، مو انه يحكي قصة بس انه رشا، يكون. أنا ما بعرف وأنتي عم تحكي خطرت ببالي إنه هلأ طيب في أطفال ممكن بيعانوا من فكرة إنه هن ما بيعرفوا يحكوا يعني ولا أي كلمة، مثلا أنتي قلتي إنه في أطفال بيقدروا يقولوا باي أو يعبروا بأي كلام، طب إذا كان بس عنده هي المشكلة ممكن يكون معه توحد ولا لا، ولا لازم وجود كل أنا هدول الأسباب لحتى نقول إنه هو معه لا ما توحد؟ بيفترض كل هدول الأسباب، يعني بس سبب واحد بيفترض بخلينا انه نحن نكون إيه عندنا شك ممكن بانه إنه معه يكون توحد عندها قلق. الرضاع. إيه يعني تمام هلا نحن مو لا لدرجة إيه، الطفل بعمر السنة مو مطالب إنه يحكي، يعني تمام بعمر السنة الولادة تبدأ بالكلام بعمر الـ2 سنين أو مثلا، يعني هي فروق فردية، لأنه هي المشكلة هي التطورات والأشياء الحركية فيها فروقات فردية بين الأطفال. بس في شغلات بتلفت نظر الأهل، أنا كأب أو كأم يعني بنتبه إنه مثلا هذا ابني مثلا يعني ما بيبكي، كثير ساكت قاعد لحاله، ما بينتبه على الألعاب، ما بيتأثر، جبت له لعبة جديدة مثلا ما بيتفاعل معها، يعني في شغلات بتبين بوضوح بأنه في شيء غلط بالطفل. طبعا مو يعني إن الأهل يقلقوا زيادة لا، بس لما لازم يلاحظوا يكون بعض في هاي الأمور مراقبة لتطور تمام، عمر الطفل. يلاحظوا هاي الأمور تمام بهاي بالتطور هذا فورا يستشيروا أخصائي. يعني أنا هلأ أنت بالحلقة قلتي إنه إحنا رح نتعرف على أعراضه، حنتعرف على أسبابه وطرق علاجه، الأهل فورا أي عرض بيلاحظوه مو طبيعي أو أي سلوك بيحسوه إنه مو طبيعي، مو غلط إنه يستشيروا الطبيب، وإذا أول هاي هو طبيب الأطفال قبل طبيب، يعني قبل ما يروحوا على أخصائي نفسي. يعني ما يتقبلوا منهج خلينا نقول الانتظار والترقب، يعني أنا في كتير عالم بعرفها ابنها ما بيحكي على عمر الـ2 سنين، ايه مثلا بيقول لك ايه أنا بعرف ابن مدري مين ضل عمره 4 سنين والله لا حكى أول كلمة، يعني هلا تمام هذا يعني هلا ترقب هو وانتظار. بالضبط بالضبط، يعني هلا ممكن هو الولد عادي، في اولاد بعرفها انا مثلا تاخرت بالكلام لعمر الـ2 سنين، بس كمان النواحي التفاعليه الاخرى موجوده، يعني ولد بيلعب مع اولاد ثانيين، بجر ايد امه مثلا، في اولاد ما بتحكي بس ممكن تخليكي تطبقي وتنفذي كل رغباتها بالاشارات بس كلامها بيتاخر، بس انت حاسه ان الولد طبيعي بالتفاعل طبيعي بهي الامور، عرفتي؟ ممكن انك انت ترقبي حركاته ومراحل نموه، لو انه كلامه تاخر مو انه بس اشاره على تاخر الكلام انه هذا اكيد معه توحد لا، بس في بعض الامور بتبين معنا انه هاي الامور مثلا ما لها طبيعيه، اذا شكوا لو 1 أو 2% خليهم يستشيروا، اذا مو الاخصائي النفسي طبيب الاطفال لا مانع، يعني اول بدي بالبدايه استغل واقول كمان لازم دائما الاهل يوثقوا باحاسيسهم، يعني ما بالضبط عم نقول انه هن يكون عندهم قلق بس يكون في جديه، يعني ما نتعامل مع الموضوع انه ايه ممكن يكون في تاخر بالنطق عند الطفل فقط، لا ممكن يكون في مشكله اكثر، واكيد موضوع انه هو ما يحكي ولا كلمه هي اشاره وعلامه حمراء لازم ما يوقفوا عندها الاهل، كمان لازم في يوثقوا علامه بداخله. واشاره تمام، وفي علامه واشاره كثير مهمة، إنه في أطفال من عمر 12 ل 18 شهر بيكون في عندهم بعض المهارات اللغوية وفجأة بيفقدوها، يعني مثلا ممكن كان النتيجة إنه في عنده توحد، يعني مثلا ممكن إنه يكون هو مثلا حكى مثلا كلمة أو مثلا بيعبر تعبير مثلا بيقول باي أو بيقول كذا، يعني في عنده مجموعة مثلا من التعبيرات لو إنه بسيطة فجأة هذا الولد بطل يقولها،
كمان هي علامة بتخليني إني أرجع أنا أشوف ليش، يعني كمان هذا مؤشر وخط أحمر أنا لازم أنتبه عليه. طب هلأ إذا نحن خلصنا العلامات هلأ مبدئيا، هلأ ممكن نقول الأسباب، الأسباب؟ الأسباب هلأ الأسباب الحقيقة لحد الآن في خلافات عليها، ولهلأ ما حدا قدر يعرف السبب. يعني العلماء بيقولوا إن هي أسباب جينية وفي أسباب بيئية، يعني هي تفاعل مع الجيني والبيئي. هلأ الأسباب الجينية هي خلل بالدي إن إيه، تمام، كثير يعني شيء إلها دور في وراثي. التطور في وراثة. تمام، صحيح، ما في جين معين هو المتسبب. العلماء بيقولوا إنه فينا 25 جين رئيسي بيتضمن التوحد وبيساهم بالخطر، عرفتي؟ يعني ما في إنه خلل بجين معين، بس في أسباب وراثية أكيد، خلينا ما نقول بنقدر نقول إعاقات اجتماعية ممكن تكون مثل أسباب التوحد الأساسية، صحيح يعني. رشا؟ تمام، إيه تمام، مثل أسباب التوحد في أسباب جينية وفي أسباب بيئية، يعني كلها هي نتيجة أبحاث لسه ما حدا وصل لشيء قطعي، وهو هذا الموضوع اللي بيخلي الناس تقلق وتخاف، إنه طيب. أنا ما عندي سبب معين أو سبب واضح يخلي ابني يصير عنده هذا طب الاضطراب. بعيدا عن الأسباب اللي خلينا نقول الاجتماعية أو الأسباب الوراثية، في أسباب تانية ممكن تكون نتيجة ظروف بتحيط بالعائلة، مثلا مشاكل عم بتدور بين الأب والأم، مثلا دائما الأب والأم ممكن يكونوا بيتخانقوا، وهذا الشيء ممكن يأثر على قصدك ابنهم. أسباب نفسية؟ أسباب لا، نفسية هلا أكيد، هذا بيأثر أكيد بأنه عدم استقرار الولد بس ما لما يكون بيؤدي هو عنده للتوحد. هذا، بس ما بيسبب توحد. لا، طيب. هلا هي الأسباب أسباب جينية، وفي أسباب كمان ناس قالوا إنه بعض المواد مثلا الكيميائية مثل التوكسين أو العناصر الخارجية الضارة، أنا مثلا يعني، بس بيكون في أسباب بيئية تتفاعل مع، عفوا، أسباب وراثية تتفاعل تتفاعل مع مع هاي الأسباب الأسباب البيئية. البيئية، بس لا ينفي إنه في سبب وراثي موجود. يعني قبل ما هلا ننتقل لموضوع العلاج رشا، دائما نحن بنركز بفكرة انه نحن بدنا نعالج، بدنا نعرف انه في الحرب ممكن تأثر على هذا المرض سلبا، يعني ممكن نحن التوحد نتيجة الحروب والأزمة والمشاكل اللي عم بتصير هلأ ممكن تأثر على انه الأطفال ينغلقوا على نفسهم أكثر، لا، هلا هي الاسباب هي بترجع لك، ما بتساوي بتقوي توحد، أكتر. ما بتساوي توحد. التوحد اذا كان موجود اكيد عدم الاستقرار بالاجواء، وهي بتاثر على هذا تمام، هذا الطفل لبس، او هذا الشخص هذا اكيد، بس للتأكد. هي ما بتؤدي للتوحد، لكن طبعا لانه الولد اللي عنده توحد بده مراعاة، ويعني في اشياء كثيره لازم يعني يكون في استقرار البيئه، يكون في، عرفتي، وعم يروح على مراكز تخصصية للمتابعة، فأكيد ظروف الحرب والظروف اللي بتأثر، ولكن ما بتسبب التوحد بس بتأثر على الحالة طيب نفسها. آخر محور بدنا نناقشه معك يلي هو معالجة التوحد عند الرضع، وشو الأشياء اللي ممكن إذا ما يعني ما عالجنا الطفل بعمر مبكر، التفاقم يلي ممكن يحصل بحالة الطفل، هذا هلا آخر محور. بالنسبة للعلاج، يعني الأهل مثل ما قلت أي مؤشر بيشوفوه من هاي المؤشرات بدهم فورا يراجعوا الطبيب. هلا الطبيب الأطفال ممكن هو يحول على إذا حس إنه هذا الشيء فعلا في مؤشر خطر هو يحول على الأخصائي التوحد. يعني اللي بيقدر يعرف طرق علاجه ويقدره هو الأخصائي اللي يعني بمراكز، فيها هلا مراكز متخصصة بالدول لمعالجة أطفال التوحد، واللي ما عنده مراكز واللي ما عنده مراكز هي بقرر الأخصائي النفسي اللي متابع للحالة، بس هو أكيد بده أخصائي نفسي، الأهل فبده ما الأطفال فينهم يعملوا أي شيء، يعني أنتي يعالجوه. قلتي لا، إنه الأهل بيتبعوا إرشادات، يعني مثلا إرشادات سريعة فيك تزودينا فيها أما إنه رشا. هن يقدروا يعالجوا هيك، يقعدوا يحطوا الولد بالبيت ويعالجوه من التوحد، لا يعني طيب ما، صراحة ما عندي إرشادات هاي لنقول الإرشادات. بس أنا خليني أقول في شغلة كثير مهمة، في خرافات كثير بيحكوا الناس بتسمعها، مثلا إنه إنه في لقاح للتوحد وما في هيك شيء، بس متابعة اللقاحات الأطفال كثير مهمة. يعني في ناس بتقول إنه ما في داعي لتلقيح وتطعيم الأطفال، لكن متابعة اللقاحات للطفل بشكل منتظم واللقاحات اللي بكل عمر من أعمار طيب الطفل كثير مهمة، هي لازم يعني رشا، نتابع. بس بدي أخذ استشارة منك، في سلوكيات شائعة مثل إنه
يعني بيستخدموها الأهل، ضربوا على إيده، طقطقة الأصابع، تحريك الأصابع كمان قدام عين ابنهم، يدوروا شغلات جنب إيد جنب عيون الولد مثلا. لا، لأنه مرات هاي الأسباب بتخليه يصير عنده رد فعل وهياج للطفل، أيوة. لأنه بمراحل، أصلا مراحل يعني خلينا نقول توحد عند الأطفال الأكبر يعني من هذا العمر، أحد الأعراض البارزة بتكون للتوحد هي إنه بلف وبدور وما بيقدر يقعد، بيصرخ، يعني صوته عالي، ممكن يضل يهز لورا وقدام. فبالعكس انت هاي الامور ممكن يعني خلينا نقول تستثيره وتستفزه اكثر مما انه تساعده. فانا بنصح دائما لحتى الاهل ما يوقعوا باي خطا او اي سلوك مو صح، انه يروحوا على الاخصائي النفسي. هو بيكون عنده ارشاد اصلا للام والاب شو لازم يتعاملوا مع هذا الطفل. خلينا نقول لانه التوحد يعني للاسف نقول انه هو ممكن يصيب يعني نهائيا، لا بس لي هو درجات. و توحد الرضع يعني ممكن ما يت... يعني حتى توحد الرضع ممكن هلا حتى لو اكتشفت فيه ممكن ما يصيب، لا بس ممكن يصيب. بس انت ممكن تتاخري يعني او تساعدي بانه ما يتطور اكثر، عرفتي كيف؟ بس انه يختفي ابدا يعني ما مو على حد معلوماتي، يعني لانه هو في خلل وراثي، يعني في مشكلة وراثية وجينية مو عرفتي يعني. بس انه خلينا نقول ما يزيد او يتفاقم او يصير مثلا ممكن يؤدي للانتحار اذا كبر الولد وضل عم بيعاني من مشكلة تمام. التوحد. لذلك هلأ منلاقي انه اطفال عندهم توحد بس مستقرين، لذلك هن بيكونوا محاطين برعاية كاملة يعني، والاهل عارفانين مثلا بيضايقوا هالشغلة، هاي الشغلة ممكن تستفزه او تسبب عنده حالة هياج بيبعدوا عنه، يعني هن بيكونوا دايرين بالهم وحاطينه بجو مستقر، الطفل بيستقر، عرفتي كيف؟ ممكن ما يتفاقم لوضع يعني اكثر سوء. ان شاء الله نحن نكون عم نضيف شيء للناس يلي جوا واللي عم بيعانوا من مشاكل وما في حدا يقدم لهم العلاج اللازم. شكرا كثير لك زميلتي رشا، وبنتمنى نستضيفك بحلقات جديده، بس ان شاء الله ما يكون في مشاكل يا رب. الله. ورمضان كريم علينا وعليك يا رب. آمين يا رب، آمين. كل عام وأنتم بخير. وأنتي بخير يا رشا. أهلين أهلين. يا هلا رشا. نتمنى أنه نكون ضفنا شيء لمعلوماتكم، وتقدروا أنه كمان بنفس الوقت تعالجوا أطفالكم. وبتمنى بنهاية حلقة اليوم أنه ما نظهر عدم مبالاة ونغفل عن أطفالنا يلي ممكن هنن يتطور معهم مرض التوحد ونوصل لمراحل للأسف ما نقدر نعمل معهم شيء. شكرا لحسن استماعكم مستمعينا، وبنلتقي معكم الجمعة الجاية بحلقة جديدة بنفس الموعد الساعة 3:30. انطرونا. باي، مع السلامة. كل أحد الساعة 1:30 على هواء راديو أوريان. جوا البيت مع ملكة جزماتي.